بناخد احنا دايما على المود بتاع الاجازات بسرعه ومنبقاش عايزين الاجازات تخلص، يعني عايزين نفضل مريحين. خلاص خدنا اجازه مثلا اسبوع 10 ايام، الاجازه دي كانت طويله جدا بتاعه العيد، دخلت في اسبوع تقريبا، فخدنا احنا الاجازه فريحنا شويه عشان نستعيد نشاطنا مره تانية ونرجع ندخل في مود الشغل، بيبقى الموضوع صعب شويه. سؤالنا بيقول بتعمل ايه عشان تخرج من مود الاجازه وترجع مره للشغل مره تانية للشغل؟ بتعمل ايه يا بزنت؟ بص يعني انا مش هضحك عليك انه اكيد زي اي حد المود بتاع الاجازه، بالذات لو الاجازه مثلا بتبقى 3 4 ايام كده فيما فوق، صعب شويه فيما فوق دي، لكن يعني لما تبقى كده غصبا عنك بتدخل في المود، وغصبا عنك بتدخل في مود الاجازه، بالذات ان احنا شغلنا بنصحى بدري قوي فبتصحى براحتك، الحاجات دي كلها. لكن تعرفي طيب يعني تعرفي تصحي براحتك؟ طب انا هقول لك على حاجه مثلا. طول عمري لغايه قريب قوي الا الاجازه اللي فاتت دي على طول، لا ما عرفتش. انا صحيت 7 الصبح يعني. حتى كنت بتكلم مع انا وجومانا زميلتنا، بتقولي لا انت تنزلي بقى يعني، بصحى فعلا وبشوفكم واقعد ابعت لكم، فانا ما بقتش عارفه ان انا اصحى متاخر، لكن انا متاكده لو خدت اسبوع كده شويه هبقى بصحى براحتي، هغير المود. لكن على كل حال احنا غصب عننا في كل اجازه بنبقى عايزين نغير تماما روتين اليوم بتاعنا المختلف اللي احنا بنعمله كل يوم عشان واحنا رايحين الشغل، بنصحى بقى براحتنا، نفطر براحتنا، نقعد كده ما وراناش حاجه، مش مستعجلين عشان ننزل. الحاجات الجميله قوي دي كلها اللي بتحطنا في مود الاجازه وتخلينا نفضي دماغنا ونبقى مبسوطين بيومنا. لكن دايما بيبقى عندنا للاسف عدم استمتاع بالاجازه شويه، لان احنا دايما عندنا احساس ده هرجع بقى الشغل. قعدت اقرا واشوف ليه احنا عندنا الاحساس ده، يعني ايه اللي بيخلينا نفسيا نحس الاحساس ده. لقيت ان احنا دايما بنأجل، بالذات الناس اللي بتشتغل شغل مكتبي شويه بتأجل شغلها لبعد الاجازه او بعد العيد، زي مثلا يقولك لا 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 ده بعد العيد بقى، احنا نعمل ده بعد العيد. كنا بنقول الكلام ده بعد العيد الصغير، ولما جت الاجازه خلصت بتاع العيد الصغير بعد العيد الكبير، انا ما قلتش اني عيد. انا سايبها مفتوحه دلوقتي، مش عارفين هنعمل ايه طيب، تكمل الحاجات المتراكمه بعد راس السنه بقى. فاحنا للاسف بنأجل شغل كتير قوي علينا عشان خاطر احنا بالنسبه لنا انا داخل في مود اجازه، فمش عايز بقى ان انا اتعب نفسي او اشغل دماغي، وللاسف ده بيخلينا قاعدين في اجازتنا مش مبسوطين تماما. صح، هتعمله بعد ما ترجع. على فكره حتى احنا في شغلنا هنا نقعد نقول ايه طب خلاص لا انا هعوض الايام دي مش عارفه ايه، فده بيخلينا متضايقين شويه انه انا هرجع بقى ايام طويله او كتير. فالحقيقه لما قعدت اقرا في الموضوع ده لقيت انه مهم جدا انك على قد ما تقدر تخلص اللي عليك. بلاش كلمه بعد الاجازه او انا هخلص هبعت الايميلات دي بعد الاجازه، خلص الشيت ده بعد الاجازه، لا ابعت كله وخلص كله على قد ما تقدر عشان ما تحسش في الاجازه بتقول يا ده انا هرجع بقى الشغل، ده انا لسه عندي حاجات قد كده. خلص كل طاقتك في اجازتك، اعمل كل الحاجات اللي انت كان نفسك تعملها على قد ما تقدر في الاجازه اللي انت عايزها، لكن حاول على قد ما تقدر انه قبل الشغل مثلا، انا راجع بعد بكره الشغل، بلاش ان انا ارجع بكره من السفر. يعني في ناس بترجع قبل السفر بيوم، قبل الشغل بيوم من سفرهم، فطبعا بيبقوا تعبانين جسديا جدا، بيناموا على المكتب دول بالظبط، بيبقى اول يوم ده ما حققناش اي حاجه. ده بيبقى راجع ده خلاص يعني عارفه انت ما اداش نفسه فرصه ان هو يستعد عشان يرجع مره تانية للشغل، فهو يا دوب جاي من السفر على المكتب، يا دوب روح غير هدومه وطلع مره تانية على الشغل. بالظبط اكيد مش هيلحق طبعا ان هو بالظبط، هو فعلا بينام على المكتب ده حقيقي، اصل غصبا عنه الراجل تعبان طول اليوم في الشمس، بعد كده ساق، بعد كده رجع صحي تاني يوم راح شغله. لا بجد الشمس يعني جابت له ضربه شمس. اهم حاجه انك تريح نفسك وتريح جسمك وتبقى مستعد نفسيا، ويوم الشغل تبتدي تعمل روتينك العادي خالص، يعني ما تصحاش متاخر بقى وتقول اصل لسه راجع من اجازه، لا اصحى في ميعادك، اشرب القهوه بتاعتك، افطر، روح شغلك، ابتدي حط اولويه للحاجات اللي انت محتاج تعملها في اول يوم شغل عشان تنجز على قد ما تقدر من الحاجات اللي وراك، عشان ما تحسش اخر اليوم ده انا رحت النهارده ما عملتش اي حاجه، ده انا بقيت الاسبوع هبقى مش قادر ان انا اشتغل من كتر الحاجات اللي ورايا او من كتر الحاجات اللي عليا. على فكره عارف اكتر احساس بيضايق ايه؟ انك تحس انه انا عليا حاجات كتير ومش عارفه ابتدي منين، فتروح سايبهم كلهم، فتروح سايب كل حاجه بالظبط وما تعملش اي حاجه وما تنجزش اي حاجه. لازم تبقى حاطط اولويات، انا هعمل ايه، انا مثلا هبعت الايميل ده، هخلص التاسك دي، هعمل كذا. فمهم جدا انك ترجع الروتين بتاعك من غير ما تحس انه ده انا عندي حاجات كثيره قوي الكلام ده كله.
اهم حاجه انك لما تبقى داخل على الاجازه تستعد للاجازه، ولما تخلص الاجازه استعد انك الاجازه هتخلص، دي مهمه قوي، وبقى عارف انه دي مش اخر اجازه ان شاء الله، تقدر تسافر مره تانية او تقدر تاخد يومين تريح فيهم دماغك. وتاني مره مهم انك ما ترجعش خبط لازق على الشغل على طول، تاخد وقت شويه عشان تريح فيها من غير ما تبقى حاسس انه انا رجعت النهارده من السفر، انا تاني يوم رحت الشغل، فتغير تماما من نفسيتك من الاقصى اليمين لاقصى الشمال، فتحس بانك مش عايز تشتغل او متضايق او شغلك مضايقك. فمهم جدا الحاجات دي حقيقي بنحاول ان احنا نعملها، لكن ما بتحصلش كلها، لكن على قد ما نقدر. صحيح. مهم ان احنا نبقى فاهمين سيكولوجيه اللي بيحصل ايه، يعني ليه انا بيحصل معايا كده، ليه بحس الاحساس ده، ليه ببقى متحمس قوي للاجازه مش متحمس خالص كدا. خالص ان انا ارجع. بالظبط، انت اللي عملت في نفسك كده، انت السبب في كل اللي بيحصل. لان المفروض الاجازه هدفها ان انت ترجع مره تانية عندك الطاقه للشغل، حابب الشغل، عايز تشتغل اكتر، تنتج اكتر. صحيح. ريحت دماغك حتى على الاقل، او فصلت شويه من جو الشغل والضغط وكده، فمفروض ترجع تاني بمود تاني. طب انت بقى بتعمل ايه؟ ما بعملش اي حاجه من الحاجات اللي انت انا ما باخدش اجازه الحمد لله. لا، حتى لو خدت اجازه ما بعملش اي حاجه، بس انا مش هقعد ارتب في الاجازه انا هعمل ايه. صعب قوي هي الاجازه. لازم تمشي بشكل عشوائي. الاجازه كده ما ينفعش تخطط في الاجازه انت تعمل 1 2 3، زي الناس اللي مثلا يروحوا مصيف فتلاقيهم بيرتبوا هنعمل كذا الصبح وهنصحى بدري وهننزل مش عارف فين ونروح فين الظهر دي اسمها اجازه يا جماعه. الاجازه لازم تمشي بشكل عشوائي زي ما هي ماشيه كده وخلاص، يعني زي ما ترسى دقلها. بس انت ايوه، لا انا مش بس انا مش بقول لك على الاجازه نفسها، ازاي بترجع لمود الشغل. انا مش هينفع اخطط في الاجازه اقول ان انا داخل بكره اجازه فلازم اخلص النهارده كل اللي عليا عشان اليوم اللي قبل الشغل. وطبعا بيقولوا ان ده الصح، يعني بس انت كنت بتتكلم برضو في نقطه ان هو ده الصح، انك تحاول تدريجيا تتاهل لليوم بتاع الشغل، لكن الموضوع بيكون صعب. يعني كل الناس بترجع فعلا من اجازاتها، مسافرين في البلد، مسافرين في الساحل، مسافرين بره، خارجين بيسهروا، كل الناس بترجع على تاني يوم على الشغل، وده اللي بيحصل وده اللي هيفضل يحصل عشان ما فيش حد عنده استعداد انه ياخد جزء من الاجازه عشان يستعد للشغل. فعشان كده وقت الاجازه الاجازه، وقت الشغل الشغل. طيب واضح انه انا وانت مختلفين في الموضوع ده، احنا هنسيب بقى ايه الاجابه للمشاهدين، نشوف رايهم. انتوا تيم مين؟ نشوف رايهم. انتوا تيم شاذلي ولا تيم فسد؟ ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا. بتعمل ايه عشان تخرج من مود الاجازه وترجع مره تانية للشغل؟ طبعا في انتظار اجابات حضراتكم عشان نستعرضها خلال حلقتنا النهارده. بنصبح على حضراتكم مره تانية، اهلا بيكم، حلقه جديده من صباح الخير يا مصر.